يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دخلت المسجد لأداء صلاة المغرب وكان وقتها مطر، فوجدت الجماعة قد صلوا ثم شرعوا في صلاة العشاء، فصليت أنا ومن معي المغرب بجماعة منفردة عن الجماعة الأصلية، فأنكر علينا إمام المسجد هذا الأمر، فهل إنكاره صحيح؟ لا، ما هو صحيح. اللي فعلتموه هو الصواب إن شاء الله. صلون المغرب أولا ثم تصلون ما بقي مع الإمام من صلاة العشاء. نعم.